أراد رسول الله إشاعته. وهي المسألة الواقع شوي بالأيام المتأخرة أخذت أبعاد أخرى. يعني إحنا عدنا هالحرفية اللي وقعوا بيها بعض الفئات الإسلامية، مع الأسف أكو بعض الفئات الإسلامية واقعين بحرفية عجيبة غريبة في بابها. يعني تلقى هذا يكاد يعبد الحروف، يعني أصلا المعاني المقاصد عنده مو مقصودة، والحال المقاصد هي الأساس، الألفاظ وسيلة للتعبير عن المقاصد. هذا يجي يقول أنت ما يصح لك أن تسمي باسم من الأسماء اللي توهم الشرك. شلون يا مثل ايش؟ قال شنو معنى تسمي عبد علي او عبد الحسين او عبد، تقول له المانع شنو؟ انت وين تعيش؟ باي حضاره؟ انت مو تعيش بحضاره العرب؟ طبعا حضاره العرب مو شكل، مو القران نزل باللغه العربيه؟ طيب والرساله اجت عندنا باللغه العربيه، والعقود اجت عندنا باللغه العربيه، عندنا العبادات باللغة العربية والعقود باللغة العربية. ولذلك أكو نقاش عند الفقهاء أن غير اللغة العربية يجزي بالعقود، يجزي نعم بالعبادات. يعني الصلاة مثلا لو أردنا ترجمتها، يعني هي من جملة الأشياء اللي شنعوا بها على الأحناف، شنعوا بها على أبي حنيفة، أن يجوز ترجمة الصلاة من اللغة العربية إلى اللغة الفارسية نبالي، والاجتزاء بقراءة قليلة، يعني بدل أن يقرأ السورة أو يقرأ من بعد السورة سورة ثانية يوقف أفروض يقرأ مدهامتان وهي سورة من سور آية من آيات سورة الرحمن، يقول يكفي أن الإنسان يوقف يكبر ثم يقول مدهامتان ويهوي للركوع والسجود نبالي، ويكفي أن يترجمها فبدل أن يقول مدهامتان يقول مثلا دبلك سبز مثل ما يقولون، يعني أنه خضرة. جين هاي كانت موضع نقد عليه، والرجل هو على أي حال لاحظ بيها شيء. يعني أنا شوي لنكون إحنا نبطل هاي الأكلون من المهاترات أكو عند الفرق الإسلامية. يعني الرجل عنده وجهة نظر، مو ما عنده وجهة نظر، هو يستند إلى ظاهر الآية بسم الله الرحمن الرحيم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يثبت عنده أن قول النبي صلى الله عليه وآله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مقيدة إلى هذا الإطلاق. يعني ظاهر وجهة نظرة هذه، بس غلطان في وجهة النظر وحد. مع الأسف إحنا أكو عندنا أسلوب مهاترات، أكفد مهاترات، وأسأل الله أن ينظف الفقه الإسلامي من هالمهاترات. وهاي لاجميها منه، لاجمي الكياها هالمرتزقة اللي كل يعني رأس ماله كله أربع أحاديث، ما يعرف بناء العلم عنده ثوب قصير والحيط طويلة غير هاي مرة. فالواقع هذا النمط مو هالشكل. لا يا أخي، أنا هذا لما يكون رجل من رجال الإسلام يجب أن أعرف وجهة نظره. إيش هذاك الوقت غلطان؟ أنا أناقش مناقشة موضوعية وكون متسمة بآداب العلم وبآداب أهل العلم. أنا ذكرت لك فد مرة، قلت لك فد يوم قرأت إلى واحد رأي بالشيء يذكر، هذا الرأي يقول أن الإمام الشافعي جين يذهب إلى جواز أن يتزوج الإنسان ابنته. ماكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يذهب إلى هذا، شلون تنسب هذا المعنى؟ بدأت أبحث عن القضية، وإذا القضية أن لو زنى رجل بامرأة فحملت المرأة من تلك الزانية وولدت بنتا، هذه البنت نعم بنت زنا، هل تعتبر أجنبية بالنسبة إلى أبوها فيجوز لأن يتزوجها أو لا؟ ما تعتبر، أن تعتبر بنت لأنها متخلقة من مائه. هو يرى أنها أجنبية وحكمها حكم الأجنبية، صح العقد عليها والزواج من عندها لأن لا حرمة لماء الزنا نبالجة. هاي وجهة نظرة، مو بس هو يذهب إلى هذا الرأي، لا مالك يذهب إلى هذا الرأي، عندنا واحد إحنا من فقهانا يذهب إلى هذا الرأي أنه امرأة أجنبية. فالمسألة واحد لما يريد يهرج تهريج شيء نعم يجي وقال هذا يريد يزوج بنته، يريد يزوج بنته، أرجوك يعني هذا لون. وتلقى هاللون من التهريج أيضا منصب علينا كثير، أيضا ممن يكتب عنا يكتب بهذا اللون من التهريج، يحملنا لوازم غير واردة. أعود شوي للموضوع، فالمسألة في واقع الأمر أن اللغة العربية إحنا نعيش في أجواءها، يعني نزل القرآن الكريم باللغة العربية وعباداتنا وممارساتنا باللغة العربية. وتفضل هذا المحيط العربي وهذا حضارته، مو يقول شاعرهم وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا
ولا شيمة اللي بعدها تشبه العبد. فإذا معنى عبد الضيف يعني مو أنا أعتقد أني أنا مملوك إلى هو خلقني لما أقول أنا عبد الضيف، لا، إنما أتأدب إجاء من باب التأدب إجاء واحد يلاقي له واحد شيء لشلونك يقول له بخير أنا خادمك أنا عبدك، صار يعني معنى مملوك إلى صار وخلق. ما أعرف دول وين عايشين بأي أجواء، إيش دعوة هالحرفية هذه؟ ها ليش هالحرفية؟ لا أنت مشرك، ليش تسمي عبد الرحمن عبد الحسين وعبد علي؟ أنا جاء هاي من باب التأدب، أنا جاء أتأدب إجاء من أحبه، هذا قصدي. ولا أنا أعتقد أن الحسين عبد من عبيد الله والإمام علي عبد من عبيد الله وما حد يخلق أو يضر أو ينفع إلا الله عز وجل. فإذا هؤلاء في واقع الأمر يعيشون بهالحرفية الغريبة، حرفية غريبة جدا في بابها. حتى أكو بعض الأولاد أنا شفتهم اتعقدوا. إن واحد كان اسمه عبد الزهرة اضطر أن يروح يسمي اسمه أزهر ويغير ويعمل ويعطي فلوس وبدل جنسيته من كثرة الضغط عليه، ضغط 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 عليه أنك تعال أنت شنو عبد فلان. فالواقع أعود إلى صلب الموضوع، الحسين سلام الله